يعني شنو الأشياء اللي بالبيشنت اللي ممكن تأثر لي على الدوز، مو بالديزيز ولا بالدراج نفسه، وإنما منو؟ البيشنت. بس أريد أسأل، واضحة الصورة عندكم؟ لأن ما راح أقدر أكبرها أكثر. تمام، هيك واضحة استشفتها. تمام، فإذا إحنا عادة البيشنت نقسمهم إلى 3 أقسام. طبعا قبل لا نبدي، نفس الملاحظة في كل لكتشر، لا تكتبون بالشات بدون ما أني أقولكم، إلا أقولكم كتبوا، لا تقاطعوني، من أكمل راح أسألكم فهمتوا أو لا، حتعرفون. فإذا البيشنت عموما نقسمهم 3 أنواع: البيدياتريك اللي هم الصغار، الجيرياتريك اللي هم الكبار، والأدلت اللي عادة خلينا نقول من 18 لل60 تقريبا هالحدود. فالميديسن بصورة عامة هو يكون divided into 3 branch، ممكن نقول pediatrics و geriatrics و adult. من هو شنو هو pediatrics؟ What is pediatrics? It's a branch of medicine that deals with diseases in children from birth through adolescence. يعني هو الطب، نوع الطب اللي يتعامل ويا diseases in children، بس منش وقت، من اللي نعتبره children؟ من البرث، من لحظة الولادة إلى الأديوليسنس، إلى حد البلوغ. طبعا هو يقول كلمة بلوغ، دقيقة طلاب، طبعا هو يقول كلمة شنو؟ adolescence، بلوغ. لكن بالحقيقة البلوغ ما نقدر يعني نحدده، لأنه يعني كل شخص is different، فلهذا نحدده بعمر. فإذا the new nates we can define them according to age and body development into new nates and a newborn. هذول من شو وقت؟ من البيرث to 1 month، يعني هذول اللي من ساعة ولادتهم إلى حد ما يصير عمرهم شهر، هذول شو نسميهم؟ نسميهم newborn أو neonate. الثاني هو الانفنت. الانفنت هو شنو؟ نسميه من 1 month to 1 year. وإذا تلاحظون دائما خصوصا بالشرابات تلقون الجرعة مقسمة تحت السنة، مثلا يكتب متى نعطي، من سنة إلى 3 سنوات مثلا تي سبون فور، من 3 إلى 6 هالشكل قسم من الأدوية. ال infant قلنا 1 month to 1 year. ال early childhood from 1 year to 5 years. ال late childhood من 6 إلى 12. عاد نبدي ال adolescence 13 to 17. بعد من عبر 17 صار 18 صار adult. إيش وقت زين نسميه premature؟ من يقول هذا الطفل جاء قبل وقته، اللي هو born less than 37 weeks gestation. عادة هم بالخارج أو حتى هنا أنا من يحسبون الحمل يحسبوه بالweeks، يعني لازم يكون 40 weeks 40 أسبوع حتى يكون عندنا child complete. من يجي قبل 3 مرات يكون خطأ بالحساب، ف39 38 37، هذا يعتبر بعد النيو نيت، لأنه يعني ممكن أكو يكون خطأ بالسونار، خطأ بالحساب، لا يعتبر بريماتشور. إيش وقت أعتبره بريماتشور؟ جاء قبل وقته أو ما صار بي فول ديفلوبمنت، لما تكون الولادة مالته قبل 37 أسبوع، فهذا يعتبر premature. نرجع السريع على التقسيمات. The new nates هو from birth to 1 month. The infant 1 month to 1 year.
early childhood 1 year to 5 years, late childhood 6 to 12, adolescence 13 to 17, neonates premature اللي هو less than 37 weeks. طبعا السؤال هل كل الأدوية تقسم على هالتقسيم؟ لا. إذا منتبهين مثلا مر عليكم مرات تقول مثلا أقل من سنة، من سنة إلى 12 سنة، من 12 فما فوق. مرات لا، يقسم 3 سنين 6 سنين 12 سنة وهكذا. فهو تعتمد على طبيعة الدواء، على طبيعة المرض. Geriatrics medicine أو geriatric هو الفيلد that encompasses the management of illness in elderly. هذول اللي فوق الستين نسميهم geriatrics. زين احنا ليش we base the dosage form according to age؟ شو يسوي للأيج؟ يعني ليش ما نسوي جرعة للكل؟ ليش نحسب حساب هذا ترى صار عمره فوق الستين، لو هذا عمره جوه لثمنتعش؟ So why the drug dose based on age? We always take age in consideration لأن the human body يتغير بالعمر. أول ما يجي الطفل للدنيا شكله، يعني the human body behavior مالته، تصرفات جسمه أجهزته، ومن يوصل للأدوليسنس للثمنتعش فوق شكل عموما يبدي شوية يثبت إذا ما عنده أمراض مزمنة، ومن يعبر الستين أيضا يبدي يتغير. شو اللي يأثر لي على الأدوية؟ عادة إحنا الدواء من ناخذه شلون ينطرح؟ إحنا ذكرنا هذا بذنيج المحاضرات، إما ينطرح عن طريق الكبد أو عن طريق الكلى أو عن طريق الفيسز الجي آي. إذا إحنا الجرعة محسوبة بطريقة إنه البيشنت ياخذ الدواء، المريض ياخذه يستفاد منه وبعدين ينطرح، هاي العملية تكون يعني مستمرة، فما يتكوم الدواء بالجسم، ما يصير يسوي تسمم بالجسم لأنه طول الوقت الزايد دا يتخلص منه الجسم. النيونيتس إيش عندهم؟ الصغار عندهم immature hepatic and renal function، الليفر مالتهم ما يشتغل مضبوط، والكدني مالتهم بعدها ما تشتغل مضبوط، فهذا يأثر لي على الدواء. إذا الدواء دا ينطرح عن طريق الكلى والكلى ما تشتغل مضبوط راح يبدي يتكون بالجسم وممكن يسبب لي توكسيسيتي، فاحتاج بهالحالة شو اسوي؟ اقلل الجرعة للنيونيتس. ونفس الحكي للليفر، اذا حتى لا تلاحظون اغلبية الاطفال الجدد من ينولدون مو كلهم نسميهم ابصفار. هو شنو الابصفار؟ انه تتكون من البايل لانه بعد الهيباتك ما يشتغل مضبوط مالته وبدأ ياخذ حليب، ما يلحق يطرحه، ما يشتغل الليفر، فينتظرون شوية فترة يقول لك ويروح لان يرجع الليفر to the normal function. فإذن because the neonates عندهم immature hepatic and renal function إحنا that may affect the drug response، إحنا we calculate the doses according to their age على أعمارهم. زين دول النيونيتس، الألدر مش بيهم؟ الألدر اللي كل ما تكبر يكبر الشخص وخصوصا بعد ما يعبر الستين، أجهزة السيستمز مالت البدي سيستم ما تقوم تشتغل بطريقة صحيحة. diminished organ functions هاي أول شيء، إنه قلبه يبدي يتعب، كلاته تبدي تتعب، أجزاء جسمه تبدي تتعب، هاي شغلة. شغلة الثانية frequently have issues of concomitant pathologies. إذا تشوفون أهلنا الكبار بيبياتنا وأهلنا الكبار الله يحفظهم كل واحد شيء الأدوية ما تش كبرى، عنده ضغط، عنده سكر، عنده قلب، عنده ما أعرف شنو دوخة، ثلاث أربع أدوية بنفس الوقت، شنو سببها؟ ثلاث أربع أمراض بنفس الوقت نسميها concomitant pathologies. concomitant يعني تحصل في نفس الوقت. لا علي سوري اعذرني انا ما ادز رابط حضور هسه، لان هو انت اهم عندك تسجل برابط الحضور لو اهم تسمع المحاضرة، اذا ما ضعيف شلون راح تسمع المحاضرة؟ شلون راح تستفاد منها؟ فthe elderly in addition to diminished organ function عندهم issues of concomitant pathologies، انه اكثر من مرض يصير بنفس الوقت وشي اثر على شي، increased sensitivities to drugs يعني فتزداد حساسيتهم للأدوية.
يجوز هذا الدواء من كنا نطي كان يطرح الكبد بصورة طبيعية، من كبر كبده تعب قام ما يطرحه بصورة طبيعية، أو دي ياخذ دواء لاخ يتعارض ويا هذا الدواء اللي احنا نسميه دراج دراج انتراكشنز. فإذا الـ elderly in addition to their diminished organ function they have issues of concomitant pathologies and increased sensitivities to drugs. أحد عنده سؤال؟ إذا عندكم سؤال تقدرون تكتبوا لي بالشات، إذا ما كنت تكتبون شيء. تمام. فإذا إحنا هسه we talk about age. أكو عندنا عدة قوانين أو various rules to calculate doses based on age. أهمها هي الـ Young's rule. شنو هي قاعدة Young أو الـ Young's rule؟ لاحظوا عندنا ثلاث قوانين ممكن عن طريقها نحسب الجرعة لطفل. الـ Young's rule is based on age. القانون شي يقول age على age plus 12 مضروب في الـ Adult dose. حتطلع لي dose of a child. خلي ناخذ مثال نظري، إذا طفل عمره 3 سنين، عمره 3 سنين، والأدلت دوز 100 ملي غرام، إيش قد أعطي لهذا الطفل according to Young's rule؟ إذا أريد أستخدم حسبوا لي إياها أنتوا هنا وكتبوا لي الرقم، إذا طفل عمره 3 سنين، زين عيني؟ والجرعة مال الأدلت إيش قد؟ 100. إيش قد راح تكون جرعة الطفل؟ خلينا نشوف أكثر من واحد. إذا طفل عمره 3 سنين. وجرعة الأدلت 100، إيش قد تطلع؟ تطلع 20. تمام، عاشت إيدكم. فهذه based on Young's rule تطلع 20. أوكي؟ نجي على الكاولينجز رول. الكاولينجز رول شو تقول؟ تقول الـ age at next birthday. age at next birthday في الأدلت على 24. زين خلي نحسبها according to Cowling rule. الطفل عمره 3 سنين وجرعة الأدلت 100، إيش قد راح تطلع الجرعة مال الطفل according to Cowling's rule؟ طفل عمره 3 سنين والجرعة مال الأدلت 100، إيش قد راح تطلع؟ لا مو 12.5، ما تطلع 12.5. اكو وين طلعت 12.5 ولا 4؟ تمام مصطفى، مصطفى علي كرار، تطلع 16.6. شلون تطلع 16.6؟ انتبهوا 16.6. تمام زينب، الـ age at next birthday هو ايش قد عمره؟ 3 سنين. عيد ميلاده الجاي ايش قد حيصير؟ next birthday عيد ميلاده الجاي راح يصير 4 سنين، فنحط 4 في 100 على 24 تطلع 16.6 اللي هي مقاربة لمن؟ لل 20 ملي جرام. 16.6 يعني تقريبا 17 ملي جرام مقاربة لل 20 ملي جرام. فال age at next birthday شو وقت حيصير عيد ميلاد الجاي؟ إذا هو عمره 3 سنين حيصير نحط 4. زين، فهذه الكاولينجز رول. خلينا نجي على فرايدز رول. الفرايدز رول تختلف عن اليونز والكالين، ليش؟ لان هي للانفنت، نعاملهم بالاشهر. طيبه الايج ات نيكست بيرثدي يعني اذا هو عمره 3 سنين عيد ميلاده الجاي ايش قد يصير عمره؟ 4 سنين، فنحط 4 ما نحط 3، يعني اكو ضربه و3 في 100 على 24 وهذا مو صحيح، لأن هو إيش قايل؟ قايل الـ age at next birthday.
زين عيني. الفرايد رول للانفنت فهنا ما نستخدم years، اليونج رول والكولينج رول استخدمنا شنو؟ سنين من حسابنا. هنا نستخدم اشهر، نضرب الامر بالاشهر في الادلت ديز على 150. فلنفرض خلينا نحاول نفسه حتى نقارن بالارقام لثلاث سنين. لثلاث سنين كم شهر تطلع؟ 36. لا لثلاث سنين كم شهر تطلع؟ 36 شهر. اذا عوضناها ايش قد راح تطلع؟ حسبوا لي نفس المعطيات، نفس المعطيات using Fry's rule. تمام. فتطلع اضرب 36 في 100 على 150. فدا تلاحظون دا تطلع الارقام متقاربة 17 20 24. ولا هو الاقرب هي اليونجز والكاولينج؟ تمام، عاشت ايدكم، لانه اثنين هم years. بس احنا ليه عردنا نقارن؟ استخدمنا الفرايدز، بس الفرايدز عادة for infant والانفنت بالمنث. عاشت ايدكم. تمام، زين هذين الثلاث قوانين شو اعتمدنا احنا؟ اعتمدنا على الايج العمر. اذا نريد نعتمد على الوزن ايش راح نستخدم؟ نستخدم واتس كولد كلاركس رول. كلاركس رول شو تقول؟ تقول الوزن الويت بالباوند مضروب في الادلت دوز على 150، تطلع لي الدوز for the child. الويت بالباوند مضروب في الادلت دوز على 150. حاليا دائما الاغلبية ايش تستخدم؟ تستخدم الايج. يعني قبل كانوا ايش يستخدمون وياي انتبهوا؟ كنا نستخدم الايج فقط، شلون اليونجز رول، او الويت فقط شلون الكلاركس رول. حاليا قاموا يستخدمون يعني اثنينهن حتى تكون قياس الجرعة أضبط، وخصوصا المن للأدوية القوية. شنو يعني potent therapeutic agents؟ ممكن واحد يعني عنده فكرة عن هذا الشيء؟ potent therapeutic agents ليش كاتب specially for potent therapeutic agent currently when age is considered to determine dosage. حاليا بالوقت الحالي لما العمر لازم ناخذ وياه other factor مثل الويت. اذا عندنا potent therapeutic agent، ال potent therapeutic agent يعني هي، انا متى اقول ترجموا لي اياها هاجر، انا اعرف انه تاثيرها قوي حسب الطفل. ليش دا يصير تاثيرها قوي؟ يعني ليش اسمها potent therapeutic agent؟ هي لا، مو تأثيرها قوى حسب الطفل، راح أسهل لكم إياها. هي إنها علاقة بالجرعة. الجرعة من أقول دوا هو potent therapeutic agent، يعني يعطيني effect بالعكس سكينة. سكينة يعني يعطيني effect بجرعة أقل. يعني إذا أحط 10 مايكروغرام يعطيني effect، أكو دوا إذا أحط 10 مايكروغرام مايكرو أو 15 مايكروغرام يعطيني إفكت، بينما أكو دواء 500 ميلي غرام يلا يعطيني إفكت. إذا دواء 500 ميلي غرام يلا يعطيني إفكت، زاد ميلي غرام ميلي غرامين، قل ميلي غرام ميلي غرامين ما يأثر لي. بس أنت تخيل إذا دواء 10 مايكروغرام وزاد لاثنين ثلاثة، ما أنت كأنه سأطيب جرعة وربع، فهذا يأثر. فلهذا الـ potent therapeutic agents، الأدوية القوية أو اللي جرع مالتها تكون قوية وقليلة وزن. الأدوية القوية اللي جرع مالتها قليلة مثل 10 مايكروغرام مثلا، هذه تحتاج أحسبها بدقة، فلهذا يستخدمونها age weight. ليش؟ لأن أي خطأ بالحساب ممكن يسبب تسمم. هو 10 مايكروغرام، إذا زيدتي عليه بس 1 مايكروغرام صار مشكلة، أوزانهم قليلة وقوية تأثيرهم قوي. بينما أكو أدوية تأثيرهم يعني أوزانهم عالية فما تتأثر إذا صار أكو خلل.
يعني مو شرط نحسب الايج والويت، وانما خاص البوتنت ثيرابيوتيك ايجنت لازم نحسب لهم اكوردنج تو ايج اند ويت. زين شنو هو القانون اللي يربط الاثنين هن؟ هسه احنا اخذنا قوانين ربطت لي الايج بالجرعه العاديه، اخذنا قانون ربط لي الويت بالجرعه العاديه. هسه اكو عندي جدول باع، واريدكم تنتبهون كل زين على هذا الجدول. هذا الجدول شو يقول؟ يفضل اذا دوا بالمايكرو وقوي بوتنت، يعني انه كل مايكروغرام يسوي لي تاثير كلش قوي، مثل هسه راح نشوفه من مثال الديجوكسين، انه نحسبه على اساس الوزن وعلى اساس شنو العمر. ليش؟ حتى يكون اضبط. راح تباعوا هذا المثال حتفهموه اكثر. باعوا التيبل، هذا التيبل شيك ايش مذكور بي؟ كالكوليشن of pediatric dosage of digoxin based on age and weight. شنو يعني؟ الطالب معطيني جدول بالعمر وبالوزن وعلى اساسه الرينج مال الجرعه مال الديجوكسين. قايل اذا كان بريماتشور اللي قلنا شنو هو؟ اللي جاء قبل 37 ويك، اطيخ 15 الى 25 مايكروغرام لكل كيلوغرام. من يحط لي اياها هالشكل مايكروغرام بير كي جي؟ يعني كل كيلوغرام من وزنه للطفل اعطيه هالقد مايكروغرام. ولاحظت مطيني اياها كرنج، يعني اي جرعه بين ال 15 لل 25 هي امينه على هالعمر. اذا كان فل تيرم يعني نيونيت، اعطيه من 20 الى 30 مايكروغرام لكل كيلوغرام. اذا كان سنه الى سنتين، 1 الى 24 شهر، العفو شهر الى 24 شهر، اعطيه 30 الى 50 مايكروغرام بير كي جي وهكذا. فهو معطي طبعا هذا التيبل للديجوكسين. كل دواء اكو له هيج تيبل مرات نلقى، خصوصا الادويه تستخدم بكثره في الاطفال. السؤال شو يقول؟ يقول from the data in the table، هذا التيبل عندكم وبي معلومات، calculate the dose range for digoxin for a 20 month infant weighing 6.8 kilogram. لحظة، هو هذا المثال، انتو يمكم الشاشة طالع المثال؟ بس يمج لانه المثال طالع. تمام عيني، تمام. يلا انتبهوا على المثال. From the data and table، من المعلومات بهذا التيبل، calculate the dose range، احسبي لي الدوز رينج، الرينج من اشقد لشقد for digoxin for a 20 month old infant weighing 6.8 kilogram. هسه أنا شنو عندي؟ أجي أباوع السؤال، التيبل بيه المعلومات، بيه الرينج العام وبيه الايج. أجي أنا هو ايش كاتب لي 20 مانث؟ إذا وين أروح؟ أروح على رقم 3 1 to 24 months. 1 to 24 months ايش قد الرينج مالته؟ 30 إلى 50 مايكروغرام لكل كيلوغرام. أنا إيش أريد أحسب؟ إيش قد وزن طفلي؟ الطفل وزنه كيلو؟ لا، وزنه 6.8 كيلوغرام. فأقول 30 مايكروغرام اللي هو أقل رقم، 30 مايكروغرام هذا راح أشر لكم عليه حتى يبين أوضح. طاعوا هذا؟ شوفوا لاحظوا، هو قال لي عمره شنو؟ عمره 20 شهر. رحت على اليمين، رحت على هاي الاريا، اللي هي 1 to 24 months، مو صحيح؟ هو راح يصير ضمن هذا الرينج لأنه هو عمره 20 شهر. الجدول ما ينحفظ،
الجدول اني انطي جدول ما ينحفظ، بس رجاء بعد لا تكتبون، بس خل اخلص. فاحنا قلنا 20 months، اذا هو يكون بهالاريا 1 to 24 months. ايش قد الرينج بالعموم لهالاريا هذه؟ 30 الى 50 لكل كيلوغرام. فهس هو ايش قد وزنه؟ 6.8. اريد احسب له الرينج، لان هذا الرينج 30 الى 50 للكيلو. انا الطفل مو وزنه كيلو، وزنه 6.8، فاجي احسب اقول 30 مايكروغرام بالكيلو. اذا 6.8 ايش قد حتطلع؟ 204. وعندي الماكسيمم اللي هو 50، 50 مايكروغرام بالكيلو. اذا 6.8 ايش قد؟ 340. اذا الرينج مالتي حيكون 204 الى 340 مايكروغرام الدوز فور ذا انفنت. فاي جرعه اعطيها بين ال 204 لل 340 سيف له، امينه. حسبت الرينج مالته. احد عنده سؤال عيني على هذا المثال؟ الجدول ما ينحفظ. اذا اجيب اني اجيب الجدول او اجيب لكم الدوز، يعني معلومات اللي تحتاجوها، بس الجدول ما ينحفظ. ما يعني ما يصير، لازم يحدد لك رينج، يا اما يحدد لك رينج، يحدد لك رينج دينا، او يقول لك الدوز مثلا 50 مايكروغرام بير كي جي، انت حتعتمدين على بس ال 50، او يقول لك الدوز 30 مايكروغرام بير كي جي، تعتمدين على ال 30. طبعا يطلع اكبر من 50، هذا بديهيه الشغله. ليش بديهيه ومنطقيه زهراء؟ لانه هو اذا الكيلو 50 وهو فوق ال 6 كيلوات، شلون يطلع اقل من 50؟ لازم يطلع اكثر من 50 بهوايه. طبعا تاخذين جرعه اكبر، هاي الجرعه للكيلو الواحد من وزنه الشخص. ايه هو نفسه سنتين، 24 شهر سنتين. الجواه ها، لان هو ايش قايل؟ قايل 20 مانث. الجواه year، ال 20 مانث واقع بين الشهر الى 24 شهر. ما اجيب الا اذا عمره سنتين وقايل سنتين، عود اخذ لي جواها، بس هو ما اجيب لكم هيك على الحافه يعني. لا مو بكيفك فاطمه، اذا عمره سنتين حتبدي 2 to 5 years تاخذي من 25 الى 35 مايكروغرام بير كي جي، بس هو قايل لي عمره 20 months، فمن 1 الى 24. تمام عيني؟ حتى اروح على الورا. تمام، خلينا نشوف الموضوع الورا. احنا هسه ايش حكينا؟ حكينا على اليمن على الايج، والواي ركزنا على الايج. بعدين ربطنا قلنا بالبوتنت دراجز بين من؟ بين الايج والويت. هسه نحكي على الويت. In some cases الدوز اكسبريسد ان كوانتيتي بير ويت، يعني ملي جرام بير كي جي. مثلا يقول لي هذا الدواء ينطي 15 ملي جرام لكل كيلوغرام، هذا الدواء ينطي 50 ملي جرام لكل كيلوغرام. ليش؟ حتى تنحسب الجرعه مور اكيوريت، بطريقه صحيحه. يا معادله استخدمها فور كالكوليشن اوف دوزز اكوردنج تو بودي ويت. البيشنت دوز ان ملي جرام، انتبهوا وياي وركزوا. بيشنت دوز ان ملي جرام شو يساوي لي؟ بيشنت ويت ان كيلوغرام في الدوز بالملي جرام مقسمه على 1 كيلوغرام. البيشنت دوز بالملي جرام تساوي البيشنت ويت بالكيلوغرام في الدراج دوز بالملي جرام على 1 كيلوغرام. ما واقفة الصورة حبيبتي، ما واقفة، هاي يمكم. خلي نجرب، راح أعطيكم رقم من يمي وجربوا طلعولي حسبولي. Calculate the dose، حسبوا الجرعة مال patient وزنه، شنقول وزنه شقد؟ 50 كيلوغرام، والجرعة
اللي لازم تنوخذ هي 10 ملغرام للكيلوغرام او 20، خلينا نقول احسبوا لي calculate the patient dose. اذا البيشنت ويت 50 كيلوغرام والجرعه هي شنو 200 ملغرام لكل كيلوغرام، ايش قد تطلع الجرعه؟ بالمليغرام. تمام زينب، سجاد، كوثافة، عندكم خطأ بالصفارة، الأصفار عندكم طبعا، وهذا الامتحان هم من صلحت يعني الأصفارة مأساة. كم مرة نبهتكم أني على الأصفارة، انتبهوا على الفوارز والأصفارة. 10,000 مليغرام، إذا نريد نحولها لغرام ايش قد تصير؟ إذا نريد نحولها لغرام تطلع 10 غرام. تمام زين، هذه معناتها لازم دائما عندي ملغرام وعندي كيلوغرام. sometimes الدوز الجرعة ما تنطي، تمام عاشت ايدكم، الجرعة ما تنطي بالملغرام بير كيلوغرام، هل معناتها ما اقدر احلها؟ لا اقدر احل، بس انه احول. مرات مثلا يقول لي بالباوند، اذا هو البيشنت وزنه بالباوند اقدر يا اما احول البيشنت وزنه، او مثلا ما كان ما اقسم على 1 كيلوغرام، الكيلوغرام كم باوند؟ هسه احنا هنا بالقانون مو مكتوب الدراج دوز على 1 كيلوغرام 2.2. تمام عبد الرحمن، تمام. فاما اذا بنعطيني وزن المريض مثلا 150 باوند ومعطيني الجرعه 20 ملغرام بالكيلوغرام ويريد الدوز، مو شرط احول وزنه من باوند الى كيلوغرام، ممكن راسا اكتب 20 ملغرام على 2.2، اسهل لي يصير بالحساب. المهم الوحدات تكون متناسقه حتى الناتج يطلع صحيح. بقى هذا المثال، the usual dose of chloramibusil هي 150 microgram per kilogram of body weight. how many milligram should be administered to a patient weighing 154 pounds. الجرعة 150 مايكروغرام بالكيلوغرام، إيش قد الجرعة بالمليغرام الشخص وزنه 154 باوند؟ أول شي لازم أحول المايكروغرام إلى مليغرام، لأن بالقانون مش مكتوب مليغرام، فأقول 150 مايكروغرام يساوي لي 0.15 مليغرام. بقى القانون هنا أنا شي يقول الـ patient dose in milligram شي تساوي لي الوزن مال المريض في الجرعة. الوزن حطيناه مثل ما هو 154 باوند، ما حولناه كيلوغرام. ليش؟ لأن من جينا كتبنا ما كتبنا ملغرام بير كي جي، كتبنا ملغرام بير باوند. ال 150 صارت 0.15 ملغرام، الكيلوغرام صار 2.2 باوند، ضربنا طلعت 10.5 ملغرام. اكو طريقة اخرى نسبة وتناسب، احول ال 150 مايكروغرام الى شنو؟ ملغرام 0.15، والكيلوغرام شي يساوي لي 2.2 باوند. هو لو الكيلوغرام تسووه باوند، لو الباوند تسووه كيلوغرام، انتو حرين، انا ما عندي مشكلة. يعني اكو ناس تاخذ ال 154 باوند تحولها الى كيلو وتحطها، فهذا عادي. لكن الجرعة لازم بالملغرام. فمن الطريقة ممكن ان احل ايضا نسبة وتناسب، اقول كل 2.2 باوند هو 0.15 ملغرام. إذا 154 باوند إيش قد ملغرام؟ يطلع لي 10.5 ملغرام. أحد عنده سؤال؟ تمام. هسه إحنا حلينا الدوز according to age according to weight، مو صحيح؟ هنا على الوزن، والقبل التمارين على العمر.
حاليا اذا بتلاحظون بكل شيء ماذا يعتمدون على البادي سيرفيس اريا. ليش يعتمدون على البادي سيرفيس اريا؟ لانه يعتبروها مور اكيوريت. ممكن واحد مثلا عمره صغير بس يمين كلش، ممكن واحد يعني لا بالعكس عمره كبير بس ضعيف. فالبادي سيرفيس اريا تعطيني بيتر انديكيشن فور ذا بيشنت، تعطيني احسن معرفه. ف they use body surface area، لكن خاصة وين يستخدمون أكثر شيء body surface area؟ two types of patient، مرضى السرطان اللي يستخدمون الكيموثيرابي والpediatric patients ما عدا النيونيتس. خلنا ناخذهم واحد واحد. ليش تعتقدون مرضى السرطان نفضل نستخدم لهم على أساس body surface area؟ هي method for calculating the drug used for two types، الكانسر والبيدياتريك. يعني بتصوركم why cancer patients يعني يفضل نستخدم لهم إذا بالضبط مريم الله يبعدنا ويبعدكم بالضبط الكيميائي دواء قوي، المريض خطيه يبدي يضعف شويه شويه، فإذا احنا ظلينا نحسبه على أساس الوزن راح ياخذ جرعه أكثر من اللي يحتاجها. فلهذا نستخدم لهم يعني البادي سيرفيس اريا كقياس من نجي نحسب الجرعة. والبيدياتريك اليوم الأطفال، لأن الأطفال أجسامهم متغيرة. لكن لاحظوا هاي الجملة with general exception of neonates، النيونيتس يعني مو إلا نحسب لهم البادي سيرفيس اريا، نستخدمهم على أساس الويت بيسز ويا الايج. ليش؟ لانه الفيزيكال فانكشنز مالتهم، مو قلنا احنا يجي الطفل اول ما يجي بيه ابو صفار والنبض بعدين يطيب والنبض. اذا يعني ملاحظين او احد جايب اقارب او اهلكم بالبيت طفل صغير، شايفين اول ما يجي منفوخ وبعدين يخف يقل يصغر، يقولون صغار كاش او يجي شيء، لأنه هو متعلم على بيئة غير شكل بجسم أمه، ويطلع بعدين للعالم الخارجي. كان ياخذ الأكل عن طريق شو اسمه الامبليكال كورد، بعدين يبدي يجي ياكل، بعد جسمه ما متعود فيبدي يضعف، وراها يبدي يسمن، وراها يبدي فجسمه يتغير بالأيام فلهذا ما يفضل إنه نحسب له الجرعة على أساس البادي سيرفيس أريا. وإنما هاي خصوصا النيونيتس، النيونيتس قلنا من واحد إلى من يوم من ساعة ولادته إلى شهر، خلال الشهر الأول يتعرض جسمه إلى تغيرات هواية خارجية، فنحسبه على أساس البادي ويت والإيج مالته الجرعة because of variety of biochemical physiological and functional. طبعا يا equation يا معادلة نستخدم بالبادي سيرفيس أريا، هاي المعادلة اللي قدامكم. البيشنت دوز هي البادي سيرفيس أريا بالسكوير متر بالمتر المربع على 1.73 بالسكوير متر مضروبة بمن؟ بالدراج دوز، مضروبة بالدراج دوز. زين منين اخذ البادي سيرفيس اريا؟ عندكم فكرة معينة انه شلون احسب البادي سيرفيس اريا حتى استخدمه؟ يعني بالسؤال راح يعطيني الدوز وراح يعطيني معلومات وعلى البادي سيرفيس اريا ويقول لي حسبي لي البيشنت دوز. عادة هم اكو دائما ايش عندنا عادة حتى دول جماعة شو اسمه الاطباء جماعة الجيم وما جيم وهاي يستخدم اكو عندنا تشارت، مو صحيح؟ الخصر الطول الوزن عندنا فتشارت معين يربط هذه الاشياء، لكن هم يربطون شنو؟ الوزن ويا من؟ ويا الطول بمعادلة معينة. هذه بصورة عامة. صيدلانياً من أجي أريد أحسبه أني بالمسألة، أكو طريقتين لحسابة البادي سيرفيس أريا. طبعاً شلون أحصل البادي سيرفيس أريا بالمسألة؟ يا إما أني أعطيكم إياها، يا إما أحسبها عن طريق تيبل، يا إما أحسبها عن طريق جدول. راح أعلمكم عليهن اثنين هنا التيبل والجدول. أنا أعطيكم إياها تجيبوها مباشرة تخلوها البيشنت بودي سيرفيس أريا على 1.73 في الدراج دوز. sometimes أكو approximation، لاحظوا هذا التيبل
شو يقول هذا التيبل؟ يقول إذا عندي وزن بالكيلوغرام أو بالباوند، ال estimated التقديرية، ليش نسميه approximation؟ approximation يعني تقديري. إذا عندي وزن الشخص تقريبا السيرفيس اريا مالته راح تكون هالقد، والبرسنت اوف ادلت دوز اللي ياخذها هي 9. اعيد، راح احكي على الاول حتى اعطيكم مثال تحلوه وتعطوني رقم. اذا بيشنت وزنه مثلا 2 كيلوغرام، هذول الاطفال اليونتس، او 4.4 باوند لان هو نفس الشيء، معناتها السيرفيس اريا مالته 0.15 تقريبا. اذا ياخذ 9% من الادلت دوز، يعني اذا الادلت دوز 100 ملي جرام اعطي هذا الشخص 9 فقط. اعتمدت على اي اساس؟ على اساس وزنه. راح احل اي، خلي اعطيكم اني سؤال. مثلا مريض وزنه 10 كيلوغرام، مريض وزنه 10 كيلوغرام، ايش قد الدوز مالته؟ ضعوا المثال خلينا نحله. If adult dose of a drug is 100 milligram, calculate the approximate dose, الجرعة التقريبية ل a child with body surface area of 0.83. نستخدم ال equation وال table. خلينا نشوف شلون نحسب مستخدمين ال equation وال table. أنا اعطيتكم هنا ال body surface area 0.83. الإيكواجين شو تقول؟ child dose هو الأدلت دوز، عفوا البادي سيرفيس اريا في الأدلت دوز على 1.73. فال 0.83 تقسيم 1.73 في 100 تطلع 47.97 أو 48 ملغرام. هذه حسبت الجرعة على أساس الإيكواجين. إذا على أساس التيبل شلون احسب؟ اتذكر وياي قد السكوير متر البادي سيرفيس اريا 0.83. خلي ارجع على اليمين، ارجع على التيبل. وين ال 0.83؟ خلي ندوره. ال 0.83 هو هذا. لاحظوا، هذا حطيت لكم عليه سيركل، هذا هو ال 0.83. إذا هو الـ patient يريد الجرعة مال الـ adult 100 والـ body surface area 0.83، إذا إيش قد لازم أعطيه percent of the adult dose؟ لازم أعطيه 48% من الـ adult dose. أرجع أقول إنه according to the table الـ body surface area of 0.83 هي 48% من الـ adult dose. فأقول 100 اللي هي الأدلت دوز في 0.48، لأن يعني هو 48% نسبة، فالنسب من أجي أستخدمها بالحسابات أحولها عشرية تطلع لي 48 ملغرام، اللي هي نفسها مثل ما حليناها بالإكويشن. أحد عنده سؤال عيني على هذا المثال؟ جدا بسيط. أني إذا البادي سيرفس أريا موجودة، إذا قال لي استخدم المعادلة تستخدمون المعادلة، وإذا قال لي استخدم التيبل تستخدمون التيبل. القانون هو نفسه، البادي سيرفيس اريا على 1.73 في الأدل دوز. ها شنو هي ال 1.73؟ تتذكرون من كنا نحكي نقول دائما هم يسوون الحسابات على الشخص المثالي. شنو مثلا الوزن المثالي للأدلت؟ 70 كيلوغرام. شنو مثلا الوزن المثالي للأدلت بالباوند؟ 150 باوند. شنو السيرفيس اريا المثالية للأدلت؟ 1.73. فهو قانون ثابت، هذا قانون ضعوا العفو، مو هذا، هذا القانون. شو يقول؟ يقول البيشنت دوز يساوي البادي سيرفيس اريا على 1.73 سكوير متر. هذه الستاندرد بادي سيرفيس اريا، الشخص وزنه طبيعي وطوله طبيعي، فالمفروض البادي سيرفيس اريا الطبيعية مالته 1.73. شلون ندخل بالقانون؟ البي مو قانون، يعني طيبة طلاب
انتبهوا وياي من احكي. السؤال ايش دا يقول؟ دا يقول اكو طريقتين للحل، وحده باستخدام الايكويجن وحده باستخدام التيبل. الايكويجن شو تقول؟ تقول الجرعه مال الطفل هي، لا الجدول ما تحفظه سجاد، انا اعطيكم اياه اذا اريده. الجدول ما ينحفظ، ما تجي اكثر، هي رينج روان، يعني شنو اكثر؟ قابل واحد البادي سيرفيس اريا مالته اكثر من 1.58، يعني تجي، لان هي هاي اغلبها للبوتنت دراجز وللشلدرن، فما تجي ماكم عيل. اذا تجي روان تجي انت تحس بيها. هسه نجي نكمل المحاضره شلون احنا نحسبه. هسه بهذا المثال انا انطيتكم اياه، او السؤال انطاكم اياه 0.83، فاني بالاي قال لي استخدمي الايكويجن، الايكويجن حافظتها البادي سيرفيس اريا على 1.73 في الادلت دوز، حطيت البادي سيرفيس اريا 0.83 تقسيم 1.73 هي ثابته بالقانون، في الادلت دوز هي 100، طلعت لي 48 ملي جرام. According to table ارجع على التيبل اشوف بالتيبل وين البادي سيرفيس اريا، هذا العمود الثالث 1.83 هاي 0.83، اجي اشوف 0.83 نسبة الجرعة اللي لازم تنطي ايش قد؟ 48% من الادلت دوز، يعني اذا الادلت دوز 100 ملي جرام الجرعة ايش قد لازم تنطي؟ 48 ملي جرام، يعني 48%. حسابيا شلون احطها؟ احط اضرب الادلت دوز 100 ملي جرام في 0.48 اللي اخذناها من الجدول، تطلع لي 48 ملي جرام الدوز فور ذا تشايلد. زين هسه نرجع السؤال روان، اذا ما مطيني البادي سيرفيس اريا شلون احسبها؟ اكو عندي طريقة اللي هي النوموغرام نسمي، اللي هو البادي سيرفيس اريا كالكوليشنز، تستخدمه تربط الويت بالهايت، تربط الويت بالهايت. النوموغرام فور تشيلدرن والادلتس ار شون ان ذا فولوينج تيبل، راح اشوفكم اياه واعلمكم شلون تحسبون. ما هو مطينا مثال، انا هذا اجيب لكم اياه نوموغرام بالامتحان، يعني استنسخه واخلي لكم اياه ويا الاسئله وانتو تحسبون عليه. شلون نحسب؟ يقول لك كالكوليت، يقول لك البادي سيرفيس اريا البيشنت طوله 100 سنتيم ووزنه 15 كيلو. اجي احط نقطه على 100 سنتيم، ادورها وين؟ هنا أنا. ها هي النقطه، واجي احط نقطه على ال 15 كيلو غرام هنا القاها، ووصل خط بيناتهم. نقطة التقاطع اللي بالنص هي البادي سيرفيس اريا، تطلع 0.64. هسه اني خلي احسبولي، اريد اشوف تعرفون تحسبون ولا لا، البادي سيرفيس اريا فور ا بيشنت، طبعا لاحظوا هنا الطول سنتيمتر وانش، والويت كيلوغرام او باوند، عادي ما تفرق. بادي سيرفيس اريا هي سكوير متر. كالكوليت هسه انتو حسبولي بالله من النظر هنا توصلون بالمسطرة البادي سيرفيس اريا مال بيشنت طوله شقد؟ طوله 90 سنتيم ووزنه 30 كيلوغرام، طوله 90 سنتيم ووزنه 30 كيلوغرام. خلي احله قدامكم انتوا حلو، راح اعطيكم في دقيقتين. كالكوليت البادي سيرفيس اريا للبيشنت طوله 90 سنتيم ووزنه 30 كيلو. طوله 90 سنتيم وزنه 30 كيلو. هسه كل واحد طلع شكل تمام. خلي نجي نحله. اجي اول
أول شيء طول إيش قد قلنا؟ خل ناخذ نقطة، قلنا طوله 90، إذا هنا لاحظوا الطول هنا حيكون، هاي النقطة السوداء حطيتها. بعدين إيش عندي؟ قلنا الطول 90، أرقامكم مختلفة، أريد أشوف وين الفرق. أكو بوينت 8، أكو بوينت 5، أكو بوينت 7، هسه نشوف وين الفرق. طوله 90 سنتيم، حطينا نقطة يم 90. بعدين قلنا وزن 30 كيلوغرام، هذه 30 كيلوغرام، حطينا نقطة يم 30. هسه نجي نوصل بينهم، ناخذ لاين ونوصل بين من؟ بين 90 إلى منو؟ إلى 30. لاحظوا وين وقف؟ بالبوينت 8، وقف بالبوينت 8. أو مرات واحد مثلا ينزل الخط هيجي شوية يقول بوينت 97، يعني أنا ما أحاسبه، يعني بوينت 8 بوينت 97 إذا شفته كلش متقاربة ما أحاسبه هو. إذا بوينت 8 اللي طلعتوه بوينت 5، شلون وصلتوا إلى بوينت 5 يعني؟ ها أنا أقولكم شلون وصل إلى بوينت 5، ماخذين ال 30 على صفحة منو؟ لحظة، ماخذين ال 30 على صفحة الباوند، شوفوا شلون إذا تاخذين ال 30 على صفحة الباوند يطلع هالشكل، فلازم تنتبهون وين تقرون ال 30. شوفوا هاي الجهة باوند، هاي الجهة من الأخطاء اللي تصير كيلوغرام، وهاي جهة سنتيمتر وجهة إنش. أي فهنا أس حسبنا طلعنا 0.8، نجي نطبقه بالقانون، يا إما نرجع هنا يا إما نحطه هنا بالإكويجن، أو ممكن إذا موجود بالجدول مثله أستخدمه، بس إحنا عادة نحطه بالإكويجن. مو طلعته هسه 0.8، أجي أرجع أضربه أحطه بالإكويجن هنا 0.8 على 1.73 في 100، حتطلع لي الجرعة إذا المريض هيجي طوله وهيجي وزنه. الطول إي إذا طول بالإنش، الوزن حسب السؤال عادي ما تفرق، إذا طول بالإنش والوزن بالباوند، المهم توصلين بطريقة صحيحة من جهة الإنش ومن جهة الباوند. أكو قانون مثلنا، بس أنا مفيدكم إياه جزء المحاضرة الجاية، أكو قانون بالكتاب تقدر تحسب بيه البادي سيرفيس أريا، قانون مو يعني شارت، بس أنا ما اعطيتكم القانون، استخدمت لكم بس الشارت. أحد عنده سؤال عيني؟ راح أنزل لكم الرابط مال الحضور وبعدين أشوف أسئلتكم.